كما كنقولوا الاعوام اللي كانت قبل ماشي بحال الاعوام دابا ديال الاعوام الجايه، وهذا العام هذا بالخصوص القضيه شويه ميته، ولكن البحر مزيان، كلشي داير خدمته، لا شو سميتو، لا الشرطه، لا كلشي داير خدمته. المهم من ناحيه ديال السياحه هي راه احسن شاطئ في المغرب، وكنحيي كاع هذا الطاقم هذا اللي جا عندنا وكنرحبوا به السعيديه. انا من كازا كنجي كل عام هنايا للسعيديه، صراحه كيعجبني هنايا الاجواء وداك الشيء، مي ديغنييغمون ولينا كنلاحظوا شي حوايج، يعني صحابين لي باراسول والقهوي ولاو كيستعمروا شويه هاد المساحات، مي كيبقى عندها هذاك لو ستيل ديالها اللي هو البحر اللي هو الناس هنايا، هادشي علاش كنجيو كل عام. جايه موجده، كنجي السعيديه لحق الزينه، زوينه بزاف وفيها المناطق زينين احسن من الاخرين. كل عام كنجي هنا، كل عام كنخيمو هنايا، ديما حنا ديما كنخيمو، كتعجبنا بزاف. بالنسبه للشاطئ ديال كراء المظلات، كاين بعض الناس اللي كيقول لك بان راه حنا نفرشوا لي باراسول ديالنا، ما يلقاوش الناس فين يديروا، ولكن حنا عندنا واحد المشكل كبير ديال الناس اللي يديروا القياطن ويديروا هاد لي زارات، كيبلعوا علينا، ما نلقاوش فين نديروا لي باراسول ديالنا، من شي واحد يبغي يكري ما نلقاوش، ما يبغيش يكري علينا، كل واحد عاطينو لا زون ديالو فين يخدم، ولكن من يكثروا علينا هاد لي زور بزاف نضطروا حنايا، ما نقدروش نضطروا كنديروا دوك ثلاثة أربعة، وكاين الناس اللي يقول لك اودي راه حنا، ولكن عندنا مشكل ديال هاد الناس اللي يديروا لي زور بحال هاد المنظر بحال هذا، الله يرحم الوالدين. والشاطئ راه مزيان، نظافة، محيط السرقة، كل زون حاضي الجهة ديالو باش ما تكونش سرقة. الشاطئ موسخ، المسؤولين ما خدامينش، ما كانش المراقبة، يسحب راسولات هما اللي كينقبوا الشط، كل واحد كينقي جهته. السعيدية لابلاج ديالها كاين فيه 14 كيلومتر من لافون ديال بورساي حتى المارينا. بارابور لابلاج زوين هاد العام، زوين ويني الغاشي قليل، ماشي هاد العام جا الصيف بحال اللي جا طويل الصيف، جم كم دري يجي مزير زي رمضان، جي شهر ولا شهرين هاد العام جات طويل. لابلاج ديال السعيدية هاد العام هذا اللي الناس ما جاتش لحقاش، هادشي ديال الجيسكيات وهادشي ديال البيدارويات هنايا راهم مزيانين، ما كايناش خطورة عليهم. ايوا لي كليون هما تشوفوا باراسولات خاويين، ما بقاوش يجيو عباد الله، الناس هربت من السعيدية، الغلا الكرا الماكلة غالية. أوضاع السعيدية أنا خصها شوية أوضاع التصاوب، وبالنسبة للي مترناجور خصهم يديروا لهم لي مويان، يعني المترناجور كيخدم الخدمة ديال نتاع بوليسي، كيهمل الأطفال، ما كانش بحال لي مويان بحال المواصلات، ما عندهم لا مواصلات لا والو، يعني خص شوية الإنسان يشوف في حالة ديال لي مترناجور. كانت شي حالة طارئة كياخذ المترناجور كياخذ التليفون ديالو هو كيتكلف، بالنسبة ما كانش شي مواصلات بحال سونفيل ولا ما كانش.